استاذ نجم تسمينا الطيور، احنا وين احنا اليوم؟ سوق عنابة. سوق مش عندك انواع الطيور اللي عندنا؟ طائر الخير، طائر الحداد، البلبل، بلبل مغربي في المغرب العربي الاوسط، عندنا شحرور، طائر شحرور، وقابوني ببغاء. وش اسعارها؟ مش طائر الخير يوصل بيعود يهدر، يوصل حتى لنا يفوت 3 ملايين. بيعود جديد يدير 800 600 يهدر اللي عندك؟ يهدر هذا يهدر وهذا جديد. يهدر نفس كيما البيروكي؟ يهدر كيما الببغاء. عندنا طائر مينا كيف هزو؟ طائر مينا يهدر يهدر هذا جان عنده 6 شهور طلق بالكاك يعاود يهدر. عندنا البلبل المغربي كيف الكاك. كيفاش مربيهم؟ كيفاش تفهم لهم؟ مع الوقت. شحال عندك وانت في التربية؟ عندي مدة من يكون صغير. شحال؟ مدة كبيرة، بقيت 20 سنة. ولفوا بيت؟ ولفوا حي. هواية. كيما هذا اللي يفيدك شحال ياسر؟ هذا بلبل هذا. وشو سعره؟ هذا يدير 300. كيف الله في المتاع هذا مال هكذا. سموات اخويا. الله يبارك. يصلح يصلح حي حي اشرح. هكا وش قاعد يدير؟ قاعد يشرح. هي بوش وحده. الله يبارك.